وسهلا بكم متابعينا عبر صوت بيروت انترناشونال. نحن معكم مباشرة من مدينة صيدا من إحدى محطات الوقود. اليوم أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة أن سعر صفيحة المازوت ارتفع 3000 ليرة وصفيحة البنزين 4200 ليرة، وذلك نتيجة الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار. ولفت أيضا إلى أنه كانوا يريدون رفع الدعم كليا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض هذا الموضوع معلنا أنه لم يعد هناك استيراد لصفائح البنزين من نوع 98 أوكتان، والمحطات ستوزع ما تبقى لديها فقط. كما أعلن أيضا أنه اليوم سيسلم الوقود للمحطات في الجنوب بعد انقطاع حصل في الأيام الماضية، وهذا سيؤدي إلى ارتياح في السوق، وسيتم توزيع جزء من حصة الجيش على المحطات على أن يتم استيراد غيرها لاحقا في وقت لاحق. إذن يعني الرقم الذي لطالما تخوف منه اللبنانيون بات اليوم أمرا واقعا مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى 40,000 ليرة. طبعا هي زيادة هي الأعلى منذ بدء الأزمة الاقتصادية بقيمة 4200 ليرة لبنانية. مثل ما عم نشوف محطات البنزين بكل المناطق اللبنانية وأيضا تحديدا بصيدا عم تشهد زحمة كبيرة وطوابير من السيارات عم تصطف لتعبي البنزين بانتظار دورة طبعا وبكمية محددة. أكيد رح نجرب ناخد آراء الناس اليوم مع وصول لبنان لهالأزمة الكبيرة بالبنزين. البنزين اليوم 40,000 ليرة والمازوت 27,700 ليرة. كمان رح نجرب أيضا يعني نتحدث مع المسؤولين بالمحطات ناخد رأيهم بهيدا الوضع. يعطيك العافية. نحن مباشر اليوم قديه انتم متأثرين بالأزمة؟ كيف عم بتكون؟ هل عم يعني عندكم خسائر؟ هل عم تربحوا؟ كيف وضعكم؟ أكيد بهالوقت اللي نحن فيه في خسائر كبيرة، وما عم ناخد بضاعة كفاية لأنه الشركات ما عم بتسلم وبتعطي. بتعرفي يوم أيام لا ما في بضاعة. كنا الأسبوع الماضي يعني نشتغل ساعة ساعتين ونسكر، ما في بضاعة. اليوم وصلنا شوي من الزهرانة، فتحوا من الزهرانة وعطونا، وهي أنا عم نبيع للعالم كله هلا. ومبدئيا للربح والخسارة كلها خسارة، ما في شيء بالوقت. الدولار اللي عم بيطلع يعني شو ما عطونا على التانكي معناتها فيها خسارة، لأنه اليوم بيكون الدولار 13 ندفع صغيرة بعد ساعتين بتلاقيه ب 15. طبعا احنا ما عم نقدر نلحق نشتري الدولار ومو ابدا. طب شو بيعني عدم استيراد ال 98 اوكتان؟ هل رح ياثر عليكم ولا بياثر بس على المواطن؟ لا بالنسبه لنا نحن كمحطات ما بياثر علينا، لانه هذا بنزين وهذا بنزين، بس 98 اوكتان وفي سيارات معينه انه العالميه خلص بدها 98، بس اما اذا قطعوه لا ما بياثر علينا نحن بالنسبه، لانه بنزين 95 و98 نفس الشيء. متوقعين ارتفاع يعني اسبوعي بالبنزين بصفيحه البنزين؟ هلا مبدئيا انه كل اسبوع اذا الاسعار العالميه ضلت تطلع بدها تضل تطلع، وثاني شيء اذا كمان خففوا الترشيد الدعم بعد كمان بده يصير في تطلع. متوقع كل شيء بهالبلد. شكرا لك. اهلا وسهلا. اذا يعني هيدي هي الصوره من مدينه صيدا. طبعا طوابير السيارات على كل المحطات. رح نجرب ايضا نتحدث مع الناس الناطرين. يعطيك العافيه عم. الله يعافيك. كيف شايف لنا هالمشهد هيك كل يوم ازمه على محطات البنزين واليوم ارتفع؟ الله يسترنا من الاعظم. هلا بعد بقدها 40 شويتين بتصير ب 100. شو رح يعمل المواطن؟ اي مواطن؟ ما في مواطن. في دول يا عمي عم تشتغل فينا، الله يساعدنا ويكون بعوننا. في دول كبيرة عم تشتغل فينا. إما بنركع وإما بنصمد، شو رأيك أنت؟ نركع؟ لا، ما بدنا نركع. شكراً لك عم.
يعطيك العافية. اليوم صارت تنكة البنزين بأربعين ألف، شو رأيك بالموضوع؟ صراحة أنا مني ساكنة بلبنان، بس هو يعني الوضع الاقتصادي والمعيشي كتير مؤثر على الناس، وخاصة اللي عم بيقبض باللبناني. يعني ما بيكفي إنه بس الشعب عم بيقيم ثورة على الشعب، يعني هني عم يأذوا بعض، هني لازم نحن نوصل للحكام الكبار. بس للأسف يعني أنت بتعرفي كيف هيدي الدولة قائمة وكيف السياسية. كيف شايف البلد؟ لوين رايح البلد؟ ما بحب أقولها لأنه أنا بحب لبنان كتير، يعني أولادي كمان بحبوه. للأسف يعني ممكن على الانهيار أو ممكن لأشياء يعني نحن ما منحب نقولها. شكرا لألك. يعطيك العافية. شو رأيك اليوم وصلت تنكة البنزين لأربعين ألف؟ شو رح يعمل مواطن إذا كل أسبوع ارتفعت؟ شو بده يعمل بعد أكثر من هيك؟ ولا شو مضطرين نعبي لنمشي حالنا؟ بس شي بجنن يعني، شي بعقد بلد. حضلك قادر تعبي؟ يعني هلا اليوم قدرنا نعبي، بكرة شو؟ اللي بعده شو؟ هلا مضطرين لنمشي حالنا، بكرة بس يوقف الشغل بعد أكثر أكيد حنقعد بالبيت وسياراتنا واقفة. خلصنا. شكرا لك. يعني طبعا بين لحظة والتانية مزيد من السيارات يلي عم تنطر دورة. هذا المشهد من الصباح الباكر بمدينة صيدا على كل المحطات. خلينا أيضا ناخذ آراء الناس. يعطيك العافية. اليوم وصل تنكة البنزين سعرها للأربعين ألف ليرة، شو متوقع بالأيام الجاية إذا ضلت عم تطلع؟ نحن ما بندعي إلا للصبر، صبر الصبر، ما في حال. هذا بلد عنده انهيار ولازم الرؤساء هن يتعاونوا ويعملوا حل ويحسوا بهالشعب. مش أقدر من هيك. الشعب منهار، الدولة منهارة، بدها حلول جذرية. مين بتلوم اليوم، الشعب او السلطه؟ لا، السلطه، كل الطبقه والزمن اللي مرقوا فيه. الزمن هذا بنلوم، مش بس حاليا، كان هذا قبل. شكرا لك. شكرا. يعطيك العافيه. ما بدك تحكي؟ اعطينا رايك هيك بهالازمه. شو بدك برايي؟ خلص مش الحال. شكرا لك. يعطيك العافية. اوكي. يعطيك العافية. اليوم البنزين بأربعين ألف، شو قولك يعني الأيام الجاية كيف راح تكون؟ على الهاوي إن شاء الله، فيش حدا راح يعيش، بيموت الفقير بعين الله. شو بتقلهم للمسؤولين يلي وصلوا البلد لهون؟ كلهم حرامية ونصابين، ما حدا بيخاف الله فين، بعين الله. شكرا لك. إذن هذه هي الصورة من مدينة صيدا، يعني صفيحة البنزين وصلت
إلى 40,000 ليرة ولا استيراد لـ 98 أوكتان بعد اليوم. يعني بانتظار الأيام القادمة ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى أين ستصل سعر صفيحة البنزين بانتظار الأيام القادمة؟ كنا معكم مباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال، كانت معكم سارة شحادة والزميل يوسف فواز، إلى اللقاء.